ولنقاش آخر المستجدات حول ثورة تشرين يحضر معنا في استوديو رافدين الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعوي. أهلا بكم. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. أستاذ حسين، نبدأ معك من استمرار المتظاهرين في تظاهراتهم واعتصاماتهم بالساحات وفي الجسور ومختلف الميادين رغم كل القمع الذي شهدته الفترة الماضية والذي ما يزال متواصلا حتى الآن. يعني حقيقة هذا يثبت أنهم رجال من طراز خاص، رجال على قدر المشكلة، والمطلب كبير، والمطلب الكبير يستحق أن يكون هناك، لابد أن يكون هناك صبر طويل ونفس طويل أمام حكومة من الصعب أن تستجيب بطريقة، وهي تراهن على عامل الوقت لعله المتظاهرين ينسحبون، وقد رهنت وفشل هذا الرهان، ثم رهنت على عامل الجو والمناخ وكذا أيضا فشلت في هذا الرهان. المتظاهرين مصرين على هذا المطلب، لأن هذا المطلب يمثل شعب ولا يمثل حزب أو فئة أو طائفة. في موقف آخر أو من ناحية أخرى، فالح الفياض في تصريح له قال لا يجب تحميل المتظاهرين أجندات الأحزاب وما تريد من تعديلات الدستور. ما علاقة المتظاهرين بذلك؟ المتظاهرون خرجوا، من المفترض أنهم خرجوا ضد القوى السياسية كلها ومن ضمنها الأحزاب التي يصفونها بالفاسدة. يعني هم في البداية تكلموا عن المتظاهرين لهم مطالب فئوية ومطالب إدارية وخدمية، ثم الآن تحولوا إلى مطالب موضوع الدستور وكذا. هي بعض القوى السياسية لها مطالب شخصية تريد موضوع الدستور حتى تستثمر هذا الحدث. المتظاهرين لهم مطالب سياسية معلومة، أنه المشكلة في إدارة الدولة، يرفضون إدارة الدولة على أسس طائفية، يرفضون الهيمنة الإيرانية، يرفضون الفساد العام الموجود في العراق. هذا ثلاث نقاط رئيسية يدركها السيد فالح الفياض والحكومة العراقية وجميعهم يدركون بأنه هي هذه المطالب، غير هذه المطالب لا يمكن أن يتكلم بها أحد. بعض الآخرين يتكلمون، يقرؤون من خلال بعض المواقع، من خلال ذبابهم الإلكتروني يبثون بأنه يتكلم، هذا الكلام انتهى، تجاوز المتظاهرين هذه النقطة. نبقى في هذه التصريحات، تصريحات فالح الفياض التي قامت بشكل أو بآخر بوصف المتظاهرين اليوم في الساحات بأنهم جاهلون. يعني كيف يفسر ذلك بينما كل المتواجدين في الشوارع الآن إما طلاب، إما متخرجين من جامعات، إما من باقي الفئات، النخب الاجتماعية، من محامين وأطباء وأساتذة في الجامعات؟ يعني هو أولا ما الذي وصفهم فالح الفياض بأنهم جهلة، لماذا يحرص على لقائهم في الوقت اللي هم يرفضون اللقاء معه؟ لحد هذه اللحظة المتظاهرين يرفضون اللقاء معه، مطالبهم معلومة، هم يريدون قيادة التظاهرات تتفاوض معهم ومن ثم يرفض التفاوض وتبدأ تصفية هؤلاء. اليوم سر قوة التظاهرات أنها لا تتفاوض مع الحكومة ومطالبها معلنة، وكما ذكرنا النقاط الثلاثة الأساسية لمعلومة، فلا توجد فرصة للحكومة بتصفية قيادة التظاهرات، ولا توجد فرصة للحكومة بالتسويف أنها تفضح، ولا لديها الفرصة في أنها تدخل في مطالب فرعية وفئوية. المتظاهرين بحد ذاتهم اللي وصفهم بأنهم جهلة هي من جميع مكونات الشعب العراقي. إذا كان هؤلاء جهلة، لماذا يمثل الشعب العراقي؟ جميع الشعب، جميع أطياف الشعب يعني هي داعمة لهذه التظاهرات. وفي نفس الوقت أن هؤلاء المتظاهرين الذي وصفهم بجهلة هم لحد الآن الحكومة تتوسل باللقاء معهم وهم يرفضون. من ناحية أخرى أستاذ حسين، الحكومة ما زالت تحاول كسب أطراف في العراق من ضمنها شيوخ العشائر، وهناك كان ما وصفه بعض المراقبين بالهرولة من بعض شيوخ العشائر للقاء عادل عبد المهدي، وهناك أيضا عشائر رفضت كما تابعنا في الأخبار السابقة لقاء عادل عبد المهدي. كيف تفسر تلك المحاولات وقبول بعض العشائر لقاء عادل عبد المهدي ورفض عشائر أخرى؟ يعني شو، اولا علينا ان لا نقحم العشيره في القضايا السياسيه. لان العشيره ليست وحده سياسيه ولا وحده تنظيميه، هي وحده اجتماعيه ترفض المجتمع بابنائها لبناء الدوله. لا، على الحكومه ان لا تقحم العشائر في هذا الصراع السياسي، هذا اولا. اي حكومه قادره ان تجمع مظاهره او تجمع بعض الشخصيات تدعي انهم هؤلاء شيوخ العشائر، لكن ما قيمه، ما هي القيمه لوجود مثل هذه الشخصيات مع سيد رئيس الوزراء امام مطالب المتظاهرين؟ هل هؤلاء هم يفاوضون نيابه عن المتظاهرين؟ الجواب لا. هل هؤلاء يستطيعوا ان يقنعوا المتظاهرين بالعوده؟ اذا هو سيد عادل عبد المهدي لم يقنعهم،
يستطيع إقناعهم، ولا الرئاسات الثلاثة ولا البرلمان ولا المرجعيات ولا الأخرى. طيب ما قيمة هذا اللقاء من ناحية النوعية؟ لا قيمة لهذا اللقاء، حتى لو كثر أو زاد العدد أو طال الوقت لا قيمة له. لا يمكن لدولة أن تجهز مظاهرات أو تأتي بشيوخ في مواجهة المتظاهرين، ليست ندية. لذلك هل يمكن القول أن الشعب العراقي الآن الذي رفض القيادات التي جاءت على ظهر الدبابة بعد احتلال العراق يرفض أيضا قيادات بعض العشائر التي تحاول لقاء عادل عبد المهدي وبالتالي الاستفادة من هذا اللقاء؟ صرح المتظاهرين بأنه جميع من حضر مع عادل عبد المهدي بأنهم لا يمثلوا المتظاهرين. المتظاهرين لهم مطالب سياسية، العشائر وحدة اجتماعية. نركز على هذه، عدم اقحام العشيرة في هذا الأمر، لأنه هذا ما الذي يطلبه عادل عبد المهدي من العشائر، بمعنى أنه امنعوا أبنائكم من التظاهر أو ممكن أن يستخدمهم في مواجهة المتظاهرين. وهذا كله هو في تفتيت الدولة، في يعني تفتيت المجتمع. هذه هي السياسة، يجب أن يتركوها أن يتعاملوا. هناك مطالب سياسية للمتظاهرين، يستجيبوا لها أم يحل الملف إلى المجتمع الدولي؟ مجلة فورين بوليسي تحدثت بأن الحكومة في العراق تحولت لجمهورية القمع والخوف بعد هذه التظاهرات. أين الموقف الدولي من هذا القمع الممارس وهذه الانتهاكات الإنسانية المرتكبة في الشارع اليوم بالعراق؟ يعني أولا المجتمع الدولي هو لحد هذه اللحظة لم يصدر منه إلا تصريحات خجولة، سواء من الأمم المتحدة، جميع تصريحاتها هي لا تسمن ولا تغني من جوع. الولايات المتحدة بدأت شيء بسيط جدا من التصريحات على مستوى وزارة الخارجية، لكن لحد هذه ليست بمستوى المطلوب. هي مسؤولة على الأمن والسلم الدولي، وخصوصا في القضية العراقية. الولايات المتحدة هي المسؤولة على ما جرى ويجري في العراق، وما زالت لحد هذه اللحظة هي المسؤولة، والشعب العراقي يحمل الولايات المتحدة المسؤولية على ما جرى في العراق بعد 2003 وإلى الآن. لهذا السبب هي مطلوب منها تصحيح الوضع الخاطئ الذي حصل في العراق ما بعد 2003. نعم. أستاذ حسين، نبقى في مقالته مجلة فورين بوليسي حول أن الحكومة الآن تؤسس لما يسمى بجمهورية الخوف. إطلاق هذا المصطلح من مجلة عريقة مثل هذه المجلة، ماذا يعني بالنسبة لكم كمراقبين؟ نعم، يعني هو الكل يعلم بأنه العراق بعد 2003 لم يبني مؤسسة أمنية مهنية بكفاءة عالية تدرك تفهم موضوع معاني حقوق الإنسان ومبادئ حقوق الإنسان. الميليشيات هي السلطة الغالبة ولها الغلبة في الدولة العراقية. الميليشيات ليس مفهوم دولة، وهي جمهورية خوف تقصد فيها الميليشيات. أغلب من قتل هو إما على يد الميليشيات وإما على يد بعض القوات المرتبطة بهذه الميليشيات، بمعنى أنه جمهورية الخوف أعتقد أنه غياب المهنية العسكرية والقمع الذي زاد على المتظاهرين وغياب المؤسسة الأمنية المهنية للساحة العراقية. وقد فشلت الحكومات المتعاقبة في بناء مؤسسة أمنية تمثل جميع الشعب العراقي لأهداف وطنية. لحد هذه اللحظة ما حققت هذا الأمر، وخصوصا في تغول موضوع الحشد والميليشيات في الدولة العراقية. كيف تتوقع أن تكون الاستجابة يوم غد لمطلب التظاهر في مليونية الجمعة؟ والله أنا أعتقد أنه الشعب سيستجيب لهذه المطالب، لأنه يدرك الشعب العراقي بأنه عدم الاستجابة لهذه المطالب معناها ضياع مكسب كبير، ولا يمكن للشعب العراقي أن يفرط بهذه المكاسب وهذه التظاهرات، لأنه لا يمكن العودة إلى الوراء. هذه التظاهرات دخلت بخطوات إلى الأمام، لحد هذه اللحظة لا توجد خطوة إلى الوراء. أعتقد سيستجيب الشعب العراقي، وندعوه للاستجابة لقيادة التظاهرات والحشود في ساحات التحرير وفي المناطق التي دعت لها قيادة التظاهرات لضغط على الحكومة والضغط أيضا على المجتمع الدولي. اليوم 50 يوم المتظاهرين في الساحة، وهي لأول مرة يمر فيها العراق بهذا المستوى بهذا الحجم وبهذه المطالب. حقيقة تحية للمتظاهرين، نعتقد أن يستجيب هذا الشعب لهم. هذا ما أعتقد. في المقابل تتوقع بلا شك قسوة من القوات الحكومية والميليشيات ضد المتظاهرين؟ هذا الأسلوب اعتمدت عليه القوات الأمنية وخصوصا الميليشيات منذ اليوم الأول، وما زال مستمر لحد الآن. لا يوجد مؤشر
على ترك هذا، لأنه لا يوجد على ترك هذا الأسلوب الأمني، لأن لا يوجد ضغط هؤلاء، لا، لأنه الحكومة لا تستطيع أن تضغط على الحشد والميليشيات، فلا بد من ضغط دولي على هؤلاء. الضغط الدولي حتى الآن هو ليس بالمستوى المطلوب، فلا بد أن يكون هناك ضغط، آنذاك ستجد الأمور تتغير، وقد يجوز هذه المئات الآلاف ستصل إلى مليونية وأكبر وأكبر. ماذا عن إقحام العشائر في هذه الحوارات أو لقاءات مع عادل عبد المهدي؟ كيف يمكن الرؤية في ظل هذه القطيعة التي كانت من قبل المتظاهرين الذين رفضوا لقاء عبد المهدي مع هؤلاء؟ يعني هو شيخ العشيرة الناضج يدرك بأنه لا يقحم لا هو ولا عشيرته في المشهد السياسي أيا كان مهما كان، إلا باستثناء المطالب الوطنية التي دعا إليها المتظاهرين. نعم. أعتقد إقحام العشيرة خطأ استراتيجي كبير من الحكومة العراقية، عليها أن تجنب العشائر وأبناء العشائر من هذا المطلب، لأنه واضح جدا المطلب هو ليس استجابة للعشائر، تستطيع أن تستجيب للمتظاهرين، ولا يمكن لعادل عبد المهدي أن يطلب من شيوخ العشائر بأن يقمع المتظاهرين. فالصراع ليس هكذا، وهذا يدل على أنه غياب مؤسسات الدولة، فتستبدل القبيلة بدل مؤسسات الدولة. نعم، نشكرك جزيلا سيد حسين سبعاوي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا في هذا النقاش. شكرا لكم، حياكم الله.